اهلا وسهلا بكم احبتي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج آفة الطلاق. قد تتصور بعض الزوجات ان نتائج مشاكلها تحيل او تحل بالتطبيق واخذ الحقوق عند الذهاب الى دائره التنفيذ، ولم تحضر في بالها العشره الجميله ومستقبلها ومستقبل اولادها، وذلك بعد ترك بيت الزوجيه. كل ما تفكر به هو ان تنهش الزوج في دائره التنفيذ، وتناست انها القارورة التي يجب أن تنعم برغد في بيت الزوجية، وهي الأنيسة والعفيفة التي لا يراها أو يكلمها أو يخالطها الغرباء، وكذلك المحاكم والدوائر العدلية بذريعة أخذ الحقوق بطوابير طويلة للنساء تستمر حتى نفاذ ساعات الدوام ومجادلة القاضي أو القاصي والداني من قبلهن، وخلافات كبيرة تكون محط رحالها في دائرة التنفيذ، وهذا ما سنتحدث به في حلقة هذا اليوم. في البدء دعوني أرحب أجمل ترحيب في ضيوفي في الاستوديو، كل من المنفذ العدلي الأستاذ أسامة هدو المعموري. أستاذ أسامة، أرحب بك ضيفا عزيزا بحلقة هذا اليوم. الله يخليك عوني، أهلا ومرحبا بك. وأرحب أيضا بسماحة السيد عزيز العميدي الباحث والكاتب الإسلامي، سيدنا أرحب بك ضيفا عزيزا بحلقة هذا اليوم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بك. مقدما لست بباحث، وإنما خطيب حسيني من خطباء المنبر خطيبا الشريف. حسينيا نتشرف بك. دعوني قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، وبعده نبدأ بالحديث بمحور حلقة هذا اليوم. أرحب بكم من جديد، ورحب بضيوفي أيضا مرة أخرى في الأستوديو، كل من الحقوقية الأستاذ أسامة هدو المعموري. أستاذ أسامة، أرحب بك ضيفا عزيزا، وأرحب أيضا بسماحة السيد عزيز العميدي الخطيب الحسيني. سيدنا أرحب بك وضيفا عزيزا بحلقة هذا اليوم. أستاذ أسامة، أبدأ معك، كيف تحسب المقدرة المالية للمدين تحديدا في دائرة التنفيذ العدلي على مستوى العراق، وعلى ليس نتحدث على مستوى كربلاء فقط؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدء أشكر قناة الإمام الحسين على هذه الاستضافة. تحية لك. كذلك كل الكادر والمخرج وكل الناس اللي خلف الكواليس، وتحياتي لحضرتك. بالبداية طبعا أكيد النفقة الشهرية المستمرة تحسب بناء على الحالة المادية للزوج. يعني اليوم أكو خبراء داخل المحكمة، السيد القاضي محكمة الأحوال الشخصية المحترم يحيل أوراق الدعوة إلى الخبراء. هنا أنا أكيد دول الخبراء اختصاص في تقدير النفقة الشهرية للزوجة والزوج.
يعني تذهب بعاتق الخبراء. اليوم اكو نفقه مليون دينار. الخبراء تتكون بدايه يعني هم خبراء اكيد يدخلون دورات عن طريق الدورات اللي تقام بالمحكمه يعني تكون من قاضي. لا الخبراء يكونوا عاديين يعني كأنما شون مثل زملائنا المحامين أو كذا يعني يكونون خبراء يكتسبون هويات عن طريق امتحانات تصير بالداخل المحكمة تشرف عليها المحكمة فتصدر لهم هويات خبراء. فذولا يكون اختصاصهم هو تحديد النفقة الشهرية يعني للزوج. شنو الآليات لتحديد النفقة الآليات الشهرية. أكيد الحالة المادية للزوج يعني اليوم أكو ممكن أنه أكو موظف صباحا يشتغل بالوظيفة الحكومية ومساء ممكن يكون عنده مكتب استنساخ أو مكتب دلالية أو ما شابه ذلك. يعني ممكن أنه يكون عنده وظيفتين أو ممكن يكون عنده فقط الوظيفة أو ممكن يكون كاسب شغله حر يشتغل حر أو ممكن يكون تاجر. فعلى هذه الأساس ووفق هذه السياقات يحددون الخبراء النفقة الشهرية. طبعا أكيد هنا بها اعتراضات سواء كان للزوج أو الزوجة أو المدعي والمدعى عليها. أكو اعتراضات على مقدار النفقة. اليوم حدد النفقة 500,000 دينار لكل طفل مثلا. خلينا نقول من حق الزوج أنه يعترض أو المدعى عليه يعترض يحيلها إلى 3 خبراء وهكذا 5 خبراء. هي ما عجبتها النفقة تحيلها إلى 5 خبراء وهكذا إلى أن يستقر القاضي على رينج معين ويحدد على أساس النفقة. كم مرة حق الشخص أنه يعترض على مقدار النفقة؟ يعني هنا يعني أكو أعداد محددة. هنا أنا من أقدر كردي مرتين. نعم. على الاعتراف والذهاب باتجاه عدد أعلى لقياس مقدار النفقة. نعم ممكن أنه خبير، ممكن 3 خبراء، ممكن 5 خبراء، يعني ممكن أنه توصل ل7 خبراء. وهنا يعني أنا ما أقدر أجيب نيابة عن السيد القاضي محكمة الأحوال الشخصية، بس حسب معلوماتي الخاصة أنه القاضي يوصل مرحلة يرجح بين التقارير الخبراء اللي إجتها خلال هاي الفترة. يرجح ياهو الأنسب اللي وصلت له. أكيد القرار الفاصل راح يكون للسيد القاضي محكمة الأحوال الشخصية. هو راح يكون القرار الفيصل عنده. كذلك أكو اعتراض على النفقة عن طريق تمييز قرار المنفذ العفو القاضي الأحوال الشخصية. ممكن أنه يصير اعتراض من بعد ما يبت بيها القاضي. ممكن أنه يعترضون عن طريق محكمة التمييز أو عن طريق محكمة الاستئناف. يعني الرنج محدد للنفقة ماكو؟ لا الرنج محدد ماكو نهائيا. لا نهائي. أكو اليوم أكو ناس تدفع 50 أكو 100 أكو 150 أكو ناس تدفع 600 أكو 700 أكو مليون حسب الحالة المادية. يعني ما ممكن أنه نساوي اليوم عامل البناء نساويه بالتاجر اللي عنده معامل واللي عنده مصانع وهكذا. إيش قد عندك أعلى نفقة موجودة اليوم؟ يعني عندنا تقريبا 1.25 مليون حسب ما أتذكر نفقة شهرية مستمرة لتاجر ذهب. أي حسب ما أتذكر إيش مليون تقريبا 1.25 مليون. هاي أطفال؟ نعم أطفال. الزوجة منتهية نفقتها فقط الأطفال. أنا الآن راح أخليك ترتاح تشرب مي لأن حديث صار بداية معك. أنتقل للسيد عزيز العميد الخطيب الحسيني. سيدنا، لماذا كثرة الالتجاء للحاكم الوضع دون الحاكم الأعلى على وجه التحديد؟ يعني ما الغاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، خالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مقدمة نقدم التهاني والتبريكات إلى مراجعنا العظام وعلمان الإعلام وإمامنا وقائدنا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرج الشريف بمناسبة هذه الليلة المباركة، ليلة ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، وكذلك إلى الكادر المحترم في هذه القناة. تفضلتم السؤال. السؤال يتحدث لماذا كثرة الالتجاء للحاكم الوضعي دون الحاكم الأعلى على وجه التحديد؟ الحاكم الأعلى الشرعي تقصده؟ بنا الحاكم الأعلى الشرعي عنده أشياء ومستندات وشرائط يمشي عليها، ليس مثل الحاكم الحكومي. الحاكم الحكومي عنده شهود، عنده شهود بين الزوجة والزوجة ما يكون عليهم من كلام. الحاكم الشرعي ما عنده هالكلام السريع ويطلق هالمرأة مجرد كلام، لا، وإنما يحضر الطرفين عند الحاكم الشرعي وبعد التأكد من ادعاء الزوجة أو الزوج، شو المتقدم بطلب الطلاق
الزوج أو الزوجة بعد التأكد من ما قدمت أو هو قدم من أشياء. أنا فرد مرة من الأمرار والآن حاليا ليش مرة أمرار الآن حاليا داخل بمعاملة طلاق شرعية عند أحد المراجع ومستمرة ما يوم ولا يومين ولا عشرة واجد. واحدة من عدهن مضت. على ماذا يستند الحاكم الشرعي الذي يختلف عن محاكمنا الشرعية؟ بلي على ما هي الاختلافات؟ الاختلافات أولا أقول لك بذي الحاكم الشرعي الحكومي أي شاهد يجي يقبله، بينما احنا عندنا بالشرع يجب أن يكون عدل. شاهد عدل؟ عدل. من يختار شاهد العدل؟ شلون تختاره؟ الشرعي عنده تطبيق. مثلا كيف؟ مثلا مثلا أن يكون أولا على من علامة التدين إطلاق اللحى. إطلاق اللحى هذه أحد العلامات؟ وحدة. إذا كان حالق اللحى أن هذا الإنسان يكون غير عادل بالشرع. النقاط الأخرى فمن يكون هذه نقول أنت روح أبويا تجيبي شهود عدلين أو أنت يا أخي العزيز أنت صاحب الدعوة راح تجيب شهادة عدلين. أن يكون هذا الإنسان معروف عند الناس بين الناس بالإيمان، أن يكون هذا الإنسان بين الناس صاحب حق معروف. أما بالحكومي لأنه ما موجودات والحاكم الشرعي لما يرسل على الشهود يرسل على الشهود مو مجرد أنت سمعت أو قلت أو حشيت لا، وإنما يتحقق من كلام هذا المدعي اللي هو. خلينا نستوقفك. تفضل. أروح للأستاذ أسامة. أستاذ أسامة استمعت لكلام السيد. السيد يقول لك اليوم النقاط اللي موجودة على مستوى الحاكم الشرعي غير متوفرة في محاكمنا الشرعية. واحدة من النقاط اللي ذكرها عدولية الشهود اللي موجودين. يقول لك هاي في محاكمنا الشرعية لا يتم اللجوء لها، لا يتم التحكم عليها بهذه الصورة. تردك حول هذا؟ نعم أكيد أأيد كلام سماحة السيد أنه كثير من الأمور الشرعية تختلف عند القانون. يعني اليوم أكو دعاوى شرعية حرام شرعا ما يجوز إقامتها، لكن بعض الناس يعني تتخذ هذا الطريق وتروح تقيمها. واحدة من عندنا هي الشهود. يعني الشهود احنا الشرع مو مثل القانون. القانون يعني الاختلاف وين؟ المشكله بالمشرع، المشكله طبعا وين؟ اكيد المشكله بالمشرع، المشكله بالقانون اللي ما تغير. صار كثير من السنوات انه ما تغير. يعني كان على الدوله انه تغير لعده اسباب. السبب الاول اليوم لازم كل الناس، وانا دائما اقولها انه لازم كل الناس توقف وقفه رجل واحد لغرض وضع حد لحالات الطلاق الموجودة. والنقاط الكثيرة المختلف عليها اللي ربما حتى بدأت لا تتناسب وعصرنا اللي موجود. سيدنا عذرا للمقاطعة، لكن فقط مداخلة من أستاذ أسامة حتى يتبين الأمر ما بين الصورتين وما تم الحديث من جنابك الكريم. الصيغة مات الطلاق عند الحاكم الشرعي تختلف عن الصيغة الموجودة عند الحاكم الوضعي الحكومي. الحاكم الآن مرة جاء أخذوني شاهد، يعني اضطريت أن أروح للمحكمة ولا أنا ما أطلب المحاكم. وإحنا أصلا ممنوعين نوصل للمحاكم شرعا. دخلت مع بهاي الدعوة لأنه أنا كنت بها أنا المطلق كشرع. وراح صاحب الآن قدم طلب استدعوني بالمحكمة. سمعت القاضي يقول له انت، يقول له قلها انت طالق خلاص. احنا بالشرع ماكو الكلام هذا. انت طالق لو كانت المحكمه ومن خلال هذا البرنامج المحترم ادعو اساتذتي الكرام القضاة اثناء الطلاق خلي يلفظ الطلاق الشرعي الصحيح، خاطر ما يلجأ هذا الزوج أو الزوجة إلى المحاكم الشرعية. وإلا ذاك هذا التعاون اللي تتوقع أنه لابد يكون موجود ما بين الحاكم الشرعي والحاكم المدني الوضعي. هو مو أي تعاون، ما لك اتصال. لا على الأقل بعض النقاط اللي تحدثت بها ممكن أسبب توصيات. مجرد اللفظ. مجرد اللفظ. بس اعتراضنا مو فقط على اللفظ. لا مو اللفظ. أنت الآن اطلقت مو فقط اللفظ. قلت الكثير من النقاط الخلافية اللي موجودة. بلي بلي.
بس ماكو ارتباط بين حاكم الشرع والحاكم. زين هسه على الاقل رئيس الاستئناف ارفع بعض التوصيات اليه. والله بعد هاي ما اعرف انا بالقضيه الحكوميه. جميل تفضل اكمل حديثك. سيدنا الان اكو بعض الحالات اللي ما دي يقدر الحاكم الشرعي يطلق بيها، ممكن الحاكم الوضع اللي موجود يقدر يطلق بيها. الحاكم الشرعي ما يطلق؟ اي نعم، الحاكم الشرعي عنده شروط بالطلاق بالاجراء طلاق. اولا ان تكون هاي الامراه طاهره من حيث الحيض، ان تكون عدم المواقعه في الطهر، ان تكون هاي الامراه بعد اكثر اقول لك يعني من ذن الشروط الموجوده الكثيره الهوايه غير النفساء ما عليها الدم. الطهر شلون تقدر تعرف من حديثه من كلامها؟ من كلامها فقط؟ كلامها. كلامها، وهو الزوج اذا كان معاشرها يعرف كلامه صح او خطا. ولا شنو الفحص؟ زين اذا كان خلاف هذا اللي تحدثت به، اذا كلام خلاف هذا الكلام بعد تصدق. هذا الطلاق باطل. باطل اي كلام باطل في حاله موجود حيض باطل. احد دماء الاثنين سواء كان بالنفاس او دم الحيض فباطل. استاذ اسامه، اذا لم اطلق شرعا لكن طلقت في محاكمنا الشرعيه اللي موجوده، هذا الطلاق صحيح؟ لو هم القانون يحاسب عليه في بعض النقاط الخلافيه اللي بيها اعتراضات. اذا تسمح لي اعرج على نقطه جدا مهمه، انه اليوم احنا يعني لا نروح ونذب اللوم على زملائنا واساتذتنا الساده القضاة. ليش؟ لانه هم اليوم لا نحن لحد الان ما حد باللوم، احنا الحديث اللي صار بعض النقاط في تحديدا في المشرع. اكو واي ناس تذب اللوم على السادة القضاة. طبعا اكيد السيد القاضي اخوتنا وزملائنا يتحملون عبء كبير من المسؤولية، واكثر السادة القضاة في بعض الاحيان يروحون الى السيد او يستشيرون المرجعية. اكيد سماحة السيد هم عنده علم بهذا الموضوع. بعض القضاة يستعينون بالحاكم الشرعي في كثير من الامور. فاليوم احنا الخلل بالقانون سيد العزيز، اليوم الخلل بالقانون، القانون اليوم لازم يتغير حتى يقدر القاضي يطبقه على واقع الحال. اليوم احنا السيد القاضي هذا الحكم عليه مؤبد، ما يقدر يسوي اعدام، لان هو رجال يعني عنده سياق ثابت وعنده قانون محدد. فاليوم احنا المفروض نذهب الى تعديل القانون، طبعا اكيد هذا من خلال شاشتكم نحمل مسؤولية الى مجلس النواب. مجلس النواب اليوم المفروض الكل تتكاتف وتشرع قوانين حتى توقف آفة الطلاق، لأن صارت آفة بالمجتمع وراح يدمر المجتمع. أقسم بالله بعد سنين قادمة واي ناس تقول لا تحشون بهذا الموضوع، لا نحكي به، لأن هذا أنا أحسه أنه هذا واجب شرعي لازم الكل تحكي به، أنه هذه الآفة. تحدث القانون الشرعي اللي إحنا الآن الحديث أنه لابد أنه يتغير. نعم قانون التنفيذ يمتى يتغير؟ طبعا اكيد يحتاج ثوره لتغيير بعض كثير من القوانين. ثوره لتغيير يعني كثير من القوانين دارتك. اي نعم أي؟ نعم نعم تحدث؟ نعم انا سؤالي لم تجب عليه لحتى هذه اللحظه. سؤالي سالتك بنقطه مهمه جدا. من يطلق في المحاكم الشرعيه ولم يطلق عند الحاكم الشرعي، كيف يتعامل معه القانون؟ مثل ما يعني تكلمنا قبل قليل ومثل ما قال سماحة السيد قبل شوية، أنه إحنا الشرع تدري ما له علاقة بالقانون. يعني إحنا اليوم أكو نساء تطلق قانونا لكن شرعا تبقى معلقة لمدة سنين. تبقى معلقة بالشرع ما مطلقة، بس بالقانون مطلقة. وللأسف نقولها أكو ناس وقعت ببعض الأخطاء، أكو من عندهم خلصت العدة طلقت قانونا، خلصت العدة تزوجت بعد العدة وهي ما مطلقة شرعا. طبعا اكيد هنا احنا نتعلم من سماحه السيد انه هذا راح يجي طفل غير شرعي وعايش الزواج غير شرعي. كيف يتعامل معه القانون؟ القانون يعني القانون اذا ما طلقت شرعا القانون يطلق، ما عنده مشكله. لا 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 ما عنده. اذا توفرت الاسباب الحقيقيه للطلاق قانونيه الطلاق بس بالمناسبه طبعا قانونا من اكثر الدعاوي اللي زملائنا واخوتنا واساتذتنا السادة القضاة يطولون بها هي دعاوى الطلاق، لان كثير من الحالات صار اكو صلح خلال
فترة دعاوى الطلاق. طبعا أكيد دعاوى الطلاق من عدها تطول 6 سنين وسبع سنين وثمان سنين، أكو دعاوى تطول أكثر من هذا يعني جميل. يعني من سنة إلى أكثر تطول. السادة القضاة يخلون مجال للطرفين عسى ولعل أنه وصارت حالات أن تعود الأمور بشكل نعم طبيعي نعم. فقط للتنويه لاستقبال رسائلكم للإجابة عليها سواء كان من الأستاذ أو سماحة السيد، واتساب الأرقام ظاهرة أسفل الشاشة، من الآن يمكنكم إرسال رسائلكم للإجابة عليها وعلى الهواء مباشرة. أكرر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، فقط رسائل الواتساب لأي سؤال تخص دائرة التنفيذ أو سؤالا يكون شرعيا. من الآن نستقبل رسائلكم على الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. بالعودة لك سيدنا، ما هي أنواع الطلاق في الشريعة الإسلامية؟ إذا أردنا الحديث حول هذا الموضوع ولتبيان هذه النقاط المهمة وللحديث أكثر، ما هو أنواع الطلاق في الشريعة؟ نعم، الطلاق يكون على قسمين. أولا الطلاق البدعي، هذا الطلاق البدعي لسهولة لغير كامل الشراط اللي تحدثنا عنها بعضها قبل قليل، اللي هي الطلاق أثناء الحيض أو النفساء أو عدم حضور الزوج أو كذلك المواقعة المواقعة في طهر غير مال الحيض، وكذلك الطلاق المعلق. أكو طلاق معلق يعلق الزوج يقول إذا جاء فلان أنت طالق وغيرها من الأمور، هذا كل البدعي، هذا أدنى بالإمامية ساقط لا نعترف باطل. أما في بقية المذاهب يعملون به، أو يقول بطلاق البدعي أو يقول طالب الثلاث، إحنا هاي ما عدنا بالشرع عند الإمامية ما موجودة. هذا شو سحولة الطلاق البدعي. الطلاق الثاني اللي هو ينقسم قسمين، الرجعي والخلعي البائن. جميل، تفضل فقط الحديث أكثر. بلي البائن هذا الإنسان اللي بعد ما يقدر يرجع زوجته خلال عدتها أو غيرها، إلا أن تتزوج من شخص آخر. لا 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 مو هذا، لا تستعجل رجعان. إيه تفضل تفضل. لأن هذا تفضلت به، إلا أن تتزوج آخر، إلا أن يكون بثلاث طلقات يطلق ثلاث مرات بعد تحرم عليه. إلا أن القرآن كريم ينطقها، إلا أن تتزوج بزوج آخر وذاك يطلقها والتزم عدة، يقدر ذاك الزوج الأول بعد قضاء عدته من الزوج الثاني أن يرجعها. هذا يصح له خلعي بائن. أما الرجعي الطلاق الرجعي، لا أثناء العدة الزوج يتحمل نفقتها، هي ما تخرج من بيت زوجها إلا برضاه، كأنما زوجها دائمية موجودة دائمية، ما تخرج عن بيتها إلا برضاه، ما تطلع عن مشاورته، وعليها أن تبذل نفسها لهذا الزوج لعل الله سبحانه وتعالى يكون بينهما تقارب وتقارب. وهذا بالطلاق الرجعي لا بعقد أثناء العدة إذا يريد يرجعها، فقط إشارة بإشارة، فقط إشارة، أي إشارة قومي خلص زين. يقدر هو فقط هو يرجعها دون علمها؟ هي لا بدون علم شلون؟ غير هي تعلم. يعني أنا والعياذ بالله واحد زيد من الناس طلق زوجته بغير مكان، هو قاعد يم الناس قال أنا رجع زوجتي، ما يصير. إلي جابها نعم حتى ترجع كزوجة عادية. وهذا دائما تكون بالزواج الدائم وليس بالمنقطع. جميل، أنا فقط للتذكير أحبتي المشاهدين، يمكنكم إرسال رسائلكم عبر رسائل الواتساب، الرقم ظاهر أسفل الشاشة، سواء كانت سؤالا شرعيا أو سؤال يخص دائرة الكاتب أو تحديدا العدلي كالمنفذ أي تنفيذ تحديدا. لكن هسه خلونا نروح لمتابعة هذا التقرير، وبعده لنا عودة للحديث أكثر حول موضوع حلقة هذا اليوم ومشاكل التنفيذ ومشاكل الطلاق التي نتحدث بها، وهي سلسلة لحلقات ومحاور رئيسية لحلقات إن شاء الله نتحدث حول الطلاق وما شاكل ذلك. إذن نذهب لمتابعة هذا التقرير
وبعده لنا عودة، فلا تذهبوا بعيدا، فنحن بانتظاركم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أكثر أسباب الطلاق هي تأثر الجانب المجتمعي بالغرب، تقليدا للغرب، هاي من باب الثاني الثقافات شوية قلت زين، والالتزامات الدينية، وإحنا بالعكس إحنا المفروض شعب مسلم ومتدين، بس قلة هسه بمجتمعنا اللي تابعين الدين. من باب الثاني هاي اللي الأمور اللي جاي يصير بشوارع وبالدولة زين تأثرت هواي، هاي من باب الثاني أكثر العالم ما عندها التزامات عشائرية مثل قبل لا، قبل كنا ملتزمين، الشيخ هو المسؤول عن العشيرة وكل شيء يقدر يسوي، هسه لا، هسه الأب ما يقدر يأثر على ابنه، فهاي أسباب أكثر أسباب الطلاق هي هاي. يعني هو الزواج المبكر والضعف القانوني والديني، فلهذا السبب جاءت تكثر حالات الطلاق. ويعني شوية الزواج يعني مبكر، يعني هم أطفال صغار ما متوعين يعني بالدنيا كلش، وماكو من يرشدهم يعني الطريق الصحيح، والسبب يعني المجتمع حمياً يعني من يمشي ويا أصدقاء لو في شيء مثل ما ينصحونه فد نصيحة بخصوص الزواج وهذه، لا بالعكس هم يحفزونه على في شيء، يعني أنت تزوجت من وقت والزواج ورطة وهذه السوالف ذني، هذا السبب يعني هنا. والله يا أخي الأسباب متعددة وهواية، يعني إحنا بالنسبة إن انظلمنا آباء أولادنا، يعني تجي الزوجة وتتعب عليه وتجي تقعد ببيت محترم ومؤثث وكامل وما بكل معوقات، يعني ملتزمات الحياة الزوجة كاملة، تروح أسبوع أسبوعين يم أهلها يشوفهم أبوها، يعني تجي مقلوب والدنيا 90 يعني بالمية بالأقاويل مالتها بالشغلات الموزينة، يا بشينو تشتردين، والله أريد أنا أطلع، والله أريد أن كذا، أريد ذهب زايد، هذا الشيء ما يعجبني زين، يعني إحنا شنو يعني الفقير وكاسب، يعني شو يريد يوفر لها، يعني هذا الرجال عماله يطلع يوم وعشرة يوم قاعد، وبيت 900 متر، بيت مؤثث راقي ما بي كل شيء نقص، راحت شهر يم أبوها رجعت اختلفت موازين، تريد موبايل لازم درجة أولى، تريد لازم كل أسبوعين هي شو وقت ما خابرها الأبو الأم وراحت، وهذا الأمور كلها صارت عقبا علينا احنا، راسا زعلت وزعل، رحت راجعت أخواني، راجعت الأجاويد، راجعت الشرفاء، ماكو رجعة، يعني حكم المرأة صار أكثر من الأب، مع العلم أنا عمها، يعني أنا عانية تسر قاعد تشوفناني أمام التنفيذ، يعني صار لي بالسنتين جاي أدفع، يعني ما شاء الله هي شلون ما تطلب الطلاق وشلون ما تشرد من هذا، إذا تعت سوفية مخلي لها كذا مبلغ، إذا نفقة كذا مبلغ زين تطلب كله بالعالي، يعني أنا هسه 300 وهنا التنفيذ بعد يعني عليه يريدون، فيا أخي إحنا نطلب من المحكمة اللي عندنا بكربلاء، نطلب من مجلس الوزراء ينظرون نظرة أبوية للعالم هاي، يعني ما معقول احنا كل شهر لو تروح للمحكمة تلقي بالآلاف مطلقات، فيا أخي يا أخي، وأنا هسه من أمام التنفيذ أنا هم أوجه للصاحبين الشين على التنفيذ، يعني معاناتنا تعبانة بشكل، احنا جاي نراجع، يعني احنا موجودين المتابعة تبقى وياه تقريبا 4 ساعات، الله يو يقلب ضبارتك ويطلع تريده يو ماكو زين، تروح للمدير، المدير عليه زخم وعليه هذا ومن ما يعطيك همين الامور تريدها، روح حجي انت شنو بس تعرفون زوجوني ابنائكم، يعني احنا زوجنا ابنائنا ابتلينا زين، غير كون يصير معاملة حسنة، غير يصير معاملة يعني لو يا ريت لو يجي واحد لقاء ويطلب للتنفيذ ويشوف المعاناة، يشوف المطلقات مرتاحات على التبريد وقاعدات مرتاحات، واحنا الاباء والابناء اصلا مركونين وقاعدين بالحرب والضيم، وبس الابتلاء علينا،
فأرجو أرجو رجاء رجاء من مواطن تعبان، من مواطن مهلك من خلال المعاناة هاي مال المطلقات. أهلا بكم من جديد أحبتي المشاهدين، ورحب أيضا مرة أخرى بضيوفي في الاستوديو، كل من سماحة السيد عزيز العميدي الخطيب الحسيني. سيد نور رحب بك مرة أخرى، ورحب أيضا أجمل ترحيب الحقوق الأستاذ أسامة هدو المعمور. أستاذ أسامة ورحب بك ضيفا عزيزا. قبل أن أبدأ الحديث معك، فقط للتذكير لأي سؤال واستفسار ما يخص ما نتحدث به بحلقة هذا اليوم، يمكنكم إرسال رسائلكم عبر الواتساب على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. أستاذ أسامة أرحب بك من جديد وأبدأ معك. هل السجن يسقط من الديون المتراكمة تحديدا على الزوج أم ماذا؟ طبعا أكيد حسب القانون الحقوق الزوجية ما ممكن أنه تسقط إلا بالتنازل أو موت المدعى عليه، فقط بهاي الحالتين يسقط الدين عن المدعى عليه، فقط في ذني الحالتين. أما باقي الحالات سواء كان تعرض للحبس من بعد ما يطلع من الحبس، اللي هو أنطى القانون أنطى الصلاحية للسيد القاضي البداء الأول، أنطى الصلاحية أنه يحبس من شهر إلى أربعة في حال امتناع المدين عن تسديد ما بذمته، يعرض على السيد القاضي البداء الأول ينحكم من سنة، العفو من شهر إلى أربعة أشهر، راح تكون صلاحية القاضي من شهر إلى أربعة. فمن بعد ما ينحكم ويطلع من التوقيف تتجدد هذه المحكمة؟ إذا كانت ديون زوجية، ديون مثل مهر مؤجل أو نفقة عدة أو تعسفية أو ديون لا تجدد، لكن إذا كانت نفقة شهرية مستمرة للأطفال أو الزوجة ممكن أنه تجدد لأكثر من مرة. جميل. إذن نعم أكيد مثل ما جوابا على سؤالك أنه ما ممكن تسقط، بس ممكن أنه إذا كان المبلغ الشهري قبل ما يدخل للتوقيف قبل ما ينحكم يعني كان 500,000 دينار، بعد التوقيف ما تقدر تجبره على تسديد أكثر من هذا المبلغ، لأن هنا اعتبر معسر فيسدد بما يراه هو مناسبا وما يراه المنفذ العدلي. يعني ممكن أنه يعرض 100,000 مكان ما كان 500 قبل السجن، يعرض 100,000 دينار، لأن هذا يعتبر معسر. أجيب. وعلى الدائنة أن تبحث عن أموال المدين القابلة للحجز حتى في سبيل تحجز. المتراكم ممكن أنه يسقط أو ممكن أنه يقسط أم ماذا؟ طبعا أكيد هو هذه تحمل اسم واحد، اللي هي المتراكم، هي ديون، هي كلها تحمل كل اسم واحد، اللي هي ديون. نعتبرها احنا ديون. اكو ناس تسميها متراكم واكو ناس تسميها ديون. مثل ما قلنا انه ما تسقط الا بالموت او التنازل. نعم. ما ممكن تقسط؟ ممكن تقسط، نعم. ممكن تقسط، نعم. بموافقة الدائنة او بما يراه المنفذ العدل مناسبا ممكن انه تقسط، وممكن بس ممكن تأجيل بس ممكن اليوم انه إذا أثبتت الزوجة الحالة المادية للمدين أثبتتها وفق الشهود اللي راح تجيبهم البينة الشخصية احنا نسميها، ممكن أنه يسدد الصفقة واحدة بدون أقساط. في حالة إذا أثبتت الدائنة أحسن، إذا أثبتت هاي شون يتم الاعتماد عليها؟ عن طريق البينة الشخصية، شهود اثنين تجيبهم، شهود عدول يحلفون أمام السيد المنفذ العدل بالقرآن، وعلى أساسها المنفذ العدلي يتأكد من أقوال الشهود. يعني مثلا قالوا عنده معمل أو قالوا عنده محل، نتأكد عن طريق الانتقال للمعمل أو الانتقال للمحل أو مخاطبة الجهات الرسمية لمعرفة أنه هذا الموضوع صحيح أو غلط. في حال تأكد من عائدية المعمل وعائدية المحل، عائدية الشركة، يكلف بتسديد وفق ما يراه المنفذ العدلي. عقوبة عدم التنفيذ تعتمد فقط السجن وشنو؟ يعني نعم، عقوبة الحرمان من السفر والسجن، يعني بس هذين العقوبتين بالنسبة كدائرة التنفيذ. أما حرمان من السفر يؤشر، حرمان من السفر نعم يؤشر في دائرة السفر والجنسية، وبعد ما يسافر في حال عدم إحضاره كفيل ضامن. هسه أنت سألتني على العقوبات هذه، الحرمان من السفر والسجن فقط. نعم جميل. ما تترتب عليها مؤاخذات أخرى؟ لا هي هاي المطلوب، الفلوس نفسهن يبقن ويسجن عليهن أو يمنع من السفر في حال
عدم احضارك في النظام. طبعا القانون تغير هسه بالوقت الحاضر صار انه اجباري احضار كفيل ضامن. في حال عدم احضار كفيل ضامن يودع بالسجن مدى الحياه الى ان يجيب كفيل ضامن. هاي من ضمن القوانين اللي تغيرت بالفتره الاخيره اللي قبل سنتين تقريبا. واحد من القوانين. زين شلون تتعاملون مع الذي يسافر؟ اللي يسافر مثل ما قلت لك استاذ انه ويترك التسديد اذا جاب كفيل ضامن. لا التنفيذ قبل انه ما ينفذ ماكو عقوبه عليه انه يجيب كفيل ضامن حتى انه يتسنى لكم الذهاب باتجاه الكفيل. يعني اذا كانت اكو اضباره مفتوحه في دائره التنفيذ اذا كانت اكو اضباره مفتوحه بامكان الزوجه انه تجي وتقول يابا انه هذا ينوي السفر خارج العراق سمعت او قالوا لي او من هاي الامور ممكن انه نكلفه باحضار كفيل ضامن. في حال عدم احضار كفيل ضامن يصار الى منع من السفر. تبليغ لكم لو المحكمه؟ لا تبليغ من عندنا من دائره التنفيذ. جميل. انا السؤال هنا محمد من البصره تقول تحياتنا لكم ولهذا البرنامج. فقط الحديث حول نقطه مهمه هي الاجراءات الروتينيه في دوائر وبالتالي صعوبه الحصول على حقوق كاملة خصوصا لدينا بعض الأربعة أطفال. تستمر لمدة 3 سنوات المعاملة أو سنتين؟ نعم بالعكس أصلا مو 3 سنوات وأربعة أكو معاملات تبقى يمنا. يعني المواطنة تبقى يمنا 13 سنة و14 سنة. هسه احنا من تعييننا يعني صار 15 أو 16 سنة أكو مراجعين موجودين عندنا يستلمون شهريا. وين المشكلة التأخير اللي قاعد يصير وين المشكلة؟ صدقني الـ 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 التأخير بسبب كثرة حالات الطلاق. يعني احنا اليوم يعني أنا أتمنى يعني ما أريد الموجود اللي عندك من الموظفين ما قاعد يستوعب هاي الأعداد يعني اللي يعني على الأعداد الجديدة اللي دا تجي هسه يوميا يحتاج لنا 50-60 موظف بكل دائرة من دوائر الدولة. يعني اليوم خلنا نقرأ رسالة أبو أحمد أيضا. أبو أحمد يقول القانون مع المرأة ولا يتم أخذ بنظر الاعتبار أي حقوق للرجل بهذا الأمر. رأيك؟ نعم القانون مع المرأة هذا شيء صحيح وموجود على أرض الواقع واليوم يحتاج مثل ما قلنا سابقا وأسلفنا بالحلقة بداية الحلقة أنه تحتاج ثورة لتغيير القوانين. اليوم إحنا ما نذب اللوم على الزوج فقط ولا نذب اللوم على الزوجة فقط. لازم يكون أكو هناك تساوي بالحقوق وتساوي بالواجبات. اليوم القانون كله يتجه باتجاه المرأة يعني للأسف نقولها. فنحتاج لعدة أسباب. السبب من عندها الحفاظ على المجتمع والحفاظ على تماسك المجتمع الحفاظ على الأطفال اللي دا يشردون بالوقت الحاضر. أم نور أيضا من كربلاء المقدسة تتحدث أيضا كما قلنا بهذا الأمر تتحدث عن الإجراءات المطولة في دائرتكم وتتحدث على نقطة مهمة جدا تقول لم يكن عادلا ب يعني النفقة مقدار النفقة. نعم معي وقدمت اعتراض ولم يؤخذ بنظر الاعتبار. نعم شنو اللي تسوي بالوقت الحالي؟ يعني بالنسبة للقرارات المنفذ العدل قابلة للتظلم والتمييز. يعني اليوم إذا أكو منفذ عدل يعني اعترض على دول محترضة. نعم تعترض. هي هو شلون الآلية انه يجي الزوج او المدعى عليه يعرض مبلغ هي نعرض هذا المبلغ على المدعية نعرضها نقول يا بقى اجي هذا الرجال وعرض مثلا 50,000 دينار انت شنو تقولين؟ راح تقول انا ما موافقة. راح نقولها جيبي بينة شخصية اللي هم شهود اثنين يحلفوا بالقرآن يثبتون مقدرة المالية. من بعدها يكون القرار للمنفذ العدل للموازنه بين مصلحه الدائن والمدين. يعني شنو الاجراء هو اللي تروح بعدها يتخذ قرار المنفذ العدل. المواطن من حقه انه يتظلم من قرار المنفذ العدل او يميز قرار المنفذ العدل. زين هسه يستلم قاعد تستلم يصير تروح تقدم تظلم اذا معترضه سابقا وقايل انه من حقي اعترض. ممكن نعم ممكن نعم. بالعوده لك سيدنا لماذا هذه الكثره بحالات الطلاق في مجتمعاتنا بالوقت الحالي؟ الآن أستاذ أسامة تحدث واستمعت لما قال الدائرة لم تعد تستوعب هذه الأعداد للمطلقات. يقول لك حتى احنا نحتاج دائرة أكبر نحتاج موظفين نحتاج هذه التفاصيل. برأيكم الشخص وأنتم خطيبا حسينيا لماذا هذا الازدياد الحاصل اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية ونحن أكثر دين يبغض الطلاق؟ نعم تفضل. حقيقة لتفضل بي الأخ العزيز الأستاذ المنفذ هذا شيء واقع ومحزن جدا محزن.
لو نشوف الإحصائية في المحاكم الشرعية الحكومية عن عدد الطلاق اللي يصير بالمحاكم باليوم الواحد، ما نقول بالشهر أو السنة، شيء يحزن. شيء يحزن، ويرجع هذه لأسباب كثيرة. مثلا أولا الاختيار غير صحيح. الاختيار غير صحيح، أحد النقاط من قبل الزوجين. هاي النقطة رئيسية جدا. ثانيا أكثر اللي يصير الزواج، أما يختارها أو تختارها لكون الشهادة أو لكون المال أو لكون المنصب، ولا ينظرون إلى الواقع الديني لهذا الإنسان، التزام الديني. الإنسان من يصير عنده التزام ديني، لأن كلنا روحان، لأنه كما قال النبي العام صلى الله عليه وآله إن أحبها أكرمها وإذا غضب عليها لا يظلمها. ليش؟ لأنه عنده التزام ديني أخلاقي موجود مع الله. هاي نقطتين، النقاط الأخرى أكمل لك. نعم. أكمل لك. والآن الآفة الخطيرة جدا بين الزوجين الموبايل. شو بين الموبايل؟ الموبايل هاي العلاقات الاجتماعية وهاي المواقع اللي قاعد تصير السبب الرئيسي الآن. وربما دخل أستاذ تتفق بهذا الأمر؟ نعم صحيح، أحد الأسباب الرئيسية. تفضل. سبب رئيسي جدا الموبايل اللي أدى إلى طلاق. شوف زوجين بعدهم شباب بأعمار قليلة يطلعون من المحاكم، منها طلقوا ورا شهر أو أيام معدودة يرجعون طلاق. أصلي يقول 2010 أستاذ سام، 2009 2009 مطلقة وموجودة بدارة التنفيذ. ليش؟ على شنو؟ وهذا هذا المتلقي الآن اللي قاعد يسمعني يقول لك دوركم أنتم كخطباء حسينيين وين موجود؟ لا إحنا نوضح هذا على المنابر. الأعزاء الخطباء ما أعتقد واحد مقصر في أي موضوع يطرحه، لكن الناس ما تلتزم، ما عاد التزام. التزام ماكو. الآن التحديد اللي موجود اللي كل إحنا قاعد نستمع، لأنه اليوم أكو لابد أن يكون التوجه نحو الشباب على الأقل، هذه المعلومات اللي موجودة، وإن كان لم يذهب إلى المنبر لابد نحن كخطباء نذهب إليهم في أماكن تواجدهم. برأيك بهذه النقطة؟ لا إحنا ما تروح إلى تصير عدة تجمعات، إحنا نروح لها، نطلب المدارس، نطلب الكليات، نطلب الكليات كرجال دين، ما أحكي كخطيب، كرجال دين معتمد مرجعية في منطقة معينة، يروح للكلية، يروح للإعدادية، يدخل عليهم ويجمعهم ويتكلم عنهم بما يريد. وهذا موجود معمول به، هاي معمول به. جميل. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل زوجين ويمشون بطريق صحيح. جميل. إي والله أتمنى هذا الأمر. التنفيذ الجبري ما هو أستاذ أسامة للحديث عنه ولإيضاحه الآن المتلقي الكريم الآن الذي يستمع إلينا يريد أن يستعلم عن هذه النقطة المهمة؟ طبعا اكيد اليوم من تستحصل على قرار من محكمه الاحوال الشخصيه او تستحصل على قرار من محكمه البدائه راح تجيب هذا القرار مصدق ومكتسب الدرجه قطعيه، راح تجيبه تفتح به اضباره في مديريه التنفيذ. طبعا اكيد في البدايه راح يكون تبليغ رسمي يسموها فتره التنفيذ الرضائي لمده 3 أيام اذا كان القرار حضوري، ولمده 7 أيام اذا كان القرار غيابي. فخلال هذه الفتره يعتبر تنفيذ رضائي. بعد التنفيذ الرضائي راح تخلص المده 3 أيام، خلصت المدة وما أجى المدعى عليه أو المدين ما أجى، راح تتخذ إجراءات دائرة التنفيذ تتخذ بحقه الإجراءات الجبرية، واللي هي من ضمنهن أنه مذكرة الإحضار الجبري وفق المادة 22 تنفيذ، كذلك مفاتحة قاضي التحقيق لأخذ الأمر بأمر القبض والتحري والدخول داخل الدار، وتستمر هذه الإجراءات في حال عدم تسديده لأكثر من شهر، ممكن أنه تقام دعوة أمام قاضي التحقيق على المادة 384 من قانون العقوبات العراقي، ممكن أنه الزوجة العفو نحيل الأضبارة إلى السيد قاضي البداء الأول المحترم يحبسه غيابيا. فرح إحنا أول ما تنفتح الأضبارة ينطو مجال للمدعى عليه أنه يراجع خلال فترة محددة. فيما بعد الفترة المحددة ما راجع بعد تستمر بعدها الإجراءات الجبرية. الأغرب الحالات اللي إجتك أستاذ أسامة، أغرب الحالات اللي شاهدتها إذا أردنا الحديث عليها ما هي؟
والله استاذ يا قلبي انه هواي كلش هواي يعني قصص بسرعه لان عندي انا دقائق معدوده دقيقه يعني على مود استكران شاي طلق او على مود استكران شاي نعم على مود موقع من مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو فيسبوك سوت فيسبوك وهو ما رضى طلقها استكران هو يحبه بالكوب جابت الياه بالقلاص يعني فد امور على مود عبايه اكو عبايه هي تريد عبايه اسلاميه هاي الخليجيه وهو يريد عبايه من هذه العاديه يعني هذه الامور كنا نشوفها سابقا بالافلام او هسه نشوفها بالافلام المصريه هسه حاليا قامت تطبق وموجوده. انطباعك بهذه الحلقه انتهى وقت الحلقه انطباعك بهذه الحلقه وماذا تريد ان تقول؟ والله أني دائما أنادي أنه لازم تكون أكو هناك ثورة لرجال الدين وكل أصحاب القرار في الدولة سواء كان مجلس النواب أو الحكومة الاتحادية أنه لازم اليوم يشرع قانون يوقف من هذه الآفة اللي راح تدمر المجتمع ولازم يكون أكو حد وبأسرع وقت. الحقوقي الأستاذ أسامة هدو المعمور شكرا جزيلا لك. سيدنا انطباعك بهذه الحلقة وماذا تريد أن تقول؟ أنا أرجو من أخواني وأبنائي الشباب الزوجين سواء كان للرجل أو البنت أولا الاختيار الصحيح خلي يختار الزوج والزوجة أي منهما يختار الصحيح وخلي يختار لأساس الدين لا يختار لا المال لا الجمال ولا المنصب ولا غير شيء هذا الأساس. ثانيا التعامل الصحيح بين الزوجين مثل ما تفضل الأخ أنا داخل مشكل وصار طلاق مثل ما تفضل الأخ العزيز على قضايا يعني اسمع الإنسان يقول ما على أسف هاي شلون يصير طلاق عليها الشيطان كيف عليها الشيطان حاضر أن الشيطان يوقع يحب أن يوقع بين الزوجين فرق بين الزوجين فيا أخواني يا أبنائي يا أعزائي الله الله بالاختيار الصحيح والله الله بالتعامل الصحيح بينكما أيها الزوجين. أنا أشكرك شكر جزيل الخطيب الحسيني السيد عزيز العميدي كنت معي بحلقة هذا اليوم شكرا جزيلا لك وشكر موصول لكم على كرم الإصغاء المتابعة الاستماع نلتقيكم في الأسبوع القادم إلى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا.